راجل راجل نعمينا ست سماح. اسمي المعلمة سماح. ماشي نعمينا يا معلمة سماح. عايزك تروح المعلم شعري تجيب منه الفلوس، قول له عشان المعلمة سماح محتاجة مول للطلبية الجديدة، لو حاضر من مبلغ شيء يبعته. طب ما تبعتي صبي من الصبيان، وأنا مش هورجي يا ست. ما هو جايز يبعت فلوس، ما أمنش عليها أي صبي صغير. صح. طب بالإذن يا معلمة سماح. معاك يا منيل. مخدرات؟ شفت ابن الحرام عامل المخزن دولاب لتجارة المخدرات، واحنا ولا احنا دريانين؟ طبعا عشان يخلي مسؤوليته، ولو حصل حاجه سي مختار واخواته هما اللي يلبسوها. طب اعمل ايه يا عم بشندي؟ دبر تفتكر ابلغ عنه البوليس؟ لو بلغته عنه من غير حاله تلبس ممكن يطلع منها، وممكن كمان انتوا اللي تلبسوها. والعمل انا شايف انك تبلغي سي مختار وهو اللي يتصرف. طبعا لازم يعرف، بس لازم تتخلصي من التهمة دي دلوقتي حالا. لا ده الدليل اللي هيخليه يصدق، لازم يشوف بعينيه، وإلا هيفضل متغمي وفاكر ان رجب ده واحد من رجالته. خلاص يا بنتي اللي تشوفيه اعمليه، بس المهم انك ما تخليش البضاعة دي في المخزن، عشان ده محل اكل عيش، وجودها هنا ممكن يخرب بيوتنا كلنا. ما تقلقش انا هتصرف في الموضوع ده. خلي بالك يا بنتي انت طيبة، عشان كده ربنا ساترها معانا، ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك ابدا. تعيش يا عم بشندي. انت هنا يا ماما؟ ده انا بدور عليكي. في ايه يا حبيبتي؟ في موضوع مهم جدا، ولو ما لحقناهوش دلوقتي هتبقى مصيبه. في ايه كفاله الشر؟ اتكلمي يا سماع. ما ينفعش هنا، تعالي تعالي اخش الاوضه معايا. يلا. عارفه في ايه بس يا ربي؟ يا مال المصايب عماله تلف علينا اليومين دول كده، مش عارفه في ايه. بصي شوفي. ايه ده؟ ده مخدرات يا وسيبتي. مخدرات في بيتنا؟ هي حصلت؟ لقيتها في المطبخ. ده ساتر ربنا اني شفتها. بالك يا ماما كوثر لو الحكومه شمت خبر انها عندنا كانوا عملوا ايه؟ كانت تبقى فضيحه ومصيبه سودة. يا رب استرها يا رب. الا مين يا اختي اللي عامل العامله السودة دي؟ المنايل اللي اسمه رجب. رجب يقطع رجب وسنين رجب. هو لسه مختار متمسك بيه وبيشغله يا بنتي. ما انا جايه لك عشان تقنعيه وتنصحيه ترده، ده وقت شر، ولو فضل في حجرنا هنتكوي بناره. لا قولي له انت الاول، خليه يشوف المصيبه دي بعينيه، ولو رفض انا هتدخل. يعني ده رايك؟ ايوه يا حبيبتي ده رايي. انا عارفه ابني صوته من دماغه وعنيد، ولو فضلنا ندا على دماغه من هنا لبعد بكره الصبح مش هيسمع كلام اي حد، لكن لما يشوفها بعينيه يمكن يتحرك ويعمل حاجه. عمرك يا ماما. انا مش عارفه يا حبيبتي من غيرك كنا عملنا ايه. ربنا يسترها معاكي دنيا واخره يا رب. متشكره قوي يا حبيبتي. لا شكر على واجب، ده انا عايشه بيكوا وانا من غيركوا ولا حاجه. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. فين البضاعة؟ فين البضاعة؟ البضاعة فين؟ يا خرب بيتك يا رجب! يا خرب بيتك يا رجب! يا خرب بيتك يا رجب! البضاعة راحت فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي! ليه ده؟ عشان تعرف إن فيا شيء لله، واللي ديله نجس بشمه من على بعد كيلو. ديله نجس؟ بتتكلمي عن مين يا سماح؟ الزفت رجب، لقيته مخبي الهباب ده في المخزن. رجب يا ابن حرام، جاب الصنف ده منين؟ ده شيحة مفيش منه ولا سجارة. ايه ده؟ هو ده كل اللي همك؟ لا طبعا، اما واد نجس صحيح بيلعب في الحرام من وراك ومتحامى فيك، ولولا ساتر ربنا كان ممكن يجركوا وراه في داهية. طب ما يمكن يعني يا سموحة
البضاعة دي تكون لاستعماله الشخصي، بلاش نظلم الناس يا سماح. يا سلام، كل البضاعة دي لاستعماله الشخصي، ولو فرضنا حد يخبيها في المخزن بتاعنا ليه؟ مصطفى لو بيتاجر فيها كان قال لي. ما هو عارف ان انا الصنف ده بحبه وبشتريه ولو بالغلا. يا سي مختار، ده لو قال للدنيا كلها مش هيقول لك انت. اشمعنى؟ عشان لو عرفت هتقلق منه وهتحس انه ممكن يلوثك معاه فتطرده من جنتك، وساعتها هيلودن ويلاقي حد يشغله ويتحمى في ظله. صدقي ممكن ده عيل سيسو يعملها. يا سي مختار، رجب ده خطر عليك. يعني عايزاني اعمل ايه يا سماح؟ تبلغ عنه وتطرده. لا 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 لا، كله الا الشوشره يا سماح. لا لا لا، يفتح بقى سين وجيم، ده احنا تجار وراس مالنا هي سمعتنا. لا كفايه نطرده بس. طب والبضاعه دي هتعمل فيها ايه؟ البضاعه دي بقى هصادرها لنفسي، ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. دي كميه ممكن توديك في دهل. عيب بقى، وانا رجب ولا ايه؟ ده انا هخبيها في مطرح الجن الازرق ما يعرفش يوصل لها. انت حر يا اخويا، بس المهم تطرد الجربوع ده وتبعده عننا خالص. اذا كان كده ماشي. يلا قومي اعملي لي كوبايه شاي كده على ملف لي سجاره من الصنف المعتبر ده. يلا يا حشيشه قلبي. حاضر. يا ابني ليه يا رجب؟ الحمد لله على السلامه يا مختار باشا، قالوا لي انك عايزني خير. انت بتعمل ايه هنا يالا؟ بشتغل. والله بتشتغل ايه؟ جرى ايه يا باشا؟ انت نسيت ولا ايه؟ انا المشرف بتاعك ودراعك اليمين في الشغل. ولما دراعي اليمين ده بقى يخوني تفتكر اعمل فيه ايه؟ انا لا يمكن اخونك يا باشا. امال دي ايه؟ دي ايه دي؟ بطل استعباط يالا، مبروم على مبروم ما يلفش. يا باشا انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم كويس قوي، بس بتستهبل. حرام عليك يا ست سماح. حرمت عليك عيشتك يا بعيد. صدق اللي قال ان الناس معادن، واللي طول عمره نحاس مهما لمع عمره ما هيبقى ذهب. الكلام ده ليه انا؟ ولا ايه انا اروح امك؟ طب ليه غلط بس يا باشا؟ ده قال واجب ما واحد غدار زيك. بتستعملني يالا، بتستعملني اكل لك ضهر، واول ما اديك ضهر تديني على قفايا. معلش ولا كان اللي يديك على قفاك يا معلم. لا عاش واداني وبصامت كمان، بس انا بقى اللي يديني على قفايا قطع له ايده. ما تصدقش العالم دي يا معلم، دي ناس عايزه توقع ما بيننا. ما تستاهلش حد يوقع بيننا ويحط لك بضاعه بالمبلغ ده، عارف ليه؟ لانك رخيص يالا. الله يسامحك يا معلم. انا حذرتك قبل كده بس مفيش فايده، وانا الصاب اللي خاسها معايا مش هيلاقي غير بوز جزمتي في وشه. يعني ايه؟ يعني تمشي يالا من هنا ما اشوفش وشك تاني. قول يالا اطلع بره بره. بتستاهل كده يا معلم؟ يعني تاخدها من قصيرها وتورينا عرض كتافك بدل ما نبلغ عندك ونخليهم يحطوا الحديد في ايديك. يعني مفيش فايده؟ عايز تبيعني واشتريك ليه؟ فاكر نهبل؟ ده انت جعر يالا ومالكش امان. طب انا ليا فلوس، انا عايز حسابي عشان امشي. حساب؟ الحساب يوم الحساب يا عصفور. يعني ايه؟ يعني مالكش حاجه هنا بقى كده. ده انت بيجي حاول، ده بدل ما تبوس ايد ووش وظهر انه سايبك تمشي كده من غير مشاكل. طب انا عايز البضاعه. يعني بتاعتك ايه؟ بتاعتي وتلزمني. البضاعه اتصدرت يا روح امك. انت عارف بقى الصنف الحلو اللي انت مخبيه ده شيح حلو من دول، والواحد بيتنشى عليه والله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما هو ده المطلوب. عاوزهم يذبحوني يا معلم؟ انت ونصيبك بقى، ما هو ده جزاء اللي يخوني الامانه. طب اديني ثمنها. ولا نكلة. أبوس إيدك يا معلم، أبوس إيدك كده هيموتوني. ما تموت ولا تروح في 60 داهية، دي سكة حرام وأنت اللي اخترت تمشي فيها، وزي ما ممكن تزهزه معاك وتعيشك، ممكن كمان تجيب أجلك وتموتك. أنت كده اللي بتحكم عليا بالموت يا معلم. أنت اللي حكمت على نفسك يوم ما فكرت إنك تلعب بديلك وتستغفلني يا رجب. طب والله العظيم والله العظيم آخر مرة وما أعمل كده تاني. يلا عد بره يلا. بره مش هشوف وشك كده تاني. بلاش خوت الدماغ. خليني أعرف أشرب لي حجر كده على رواقة. ده متمون بصنف معتبر. بس انا مش هسكت، مش هسكت، مش هسكت يا مختار. مختار يا ده بس انا ما بخيلك الكام ولا بس اوعى تقع من عليه. تو على دي اشكال وسخه. ايه ده بس يا حبيبي، الحمد لله انه انكشف لك قبل ما يورطك معاه. كتر خيرك يا سماح، كتر خيرك، انت اللي كشفتيه. ربنا عالم من غيرك كان حصل ايه. انا كل فداك يا سي مختار. بعد الشر عليك يا ست البنات من كل راضي. طب انا هروح اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. اذا كان كده ماشي.
على الاخلاق يبقى معاه صنف زي ده وما يقوليش. يستاهل بقى اللي يجراله.